thank you مشاهدينا الكرام من هنا من مقر قياده العمليات المشتركه في عاصمه الحبيبه بغداد نبدا معكم برنامج ضيف وحوار ومع ضيوفنا في هذا البرنامج ابقوا معنا كرام قواتنا الامنيه البطله كان لها دور كبير خلال السنوات والعقود الماضيه في الدفاع عن ارض العراق وحفظ سيادته واستقراره وامنه هذه القوات خلال هذه السنوات الماضيه كان لها دور كبير في هذا في هذا المجال وايضا قدمت تضحيات كبيره جدا في صفوفها في صفوف القوات الامنيه البطله من اجل حمايه المواطن وحمايه الارض وحمايه الارض القوات الامنيه خاصه بعد عام 2014 خلال ازمه داعش وبعد ازمه داعش ايضا كان لها تضحيات كبيره وكان لها تواجد مستمر وانتشار كبير في مختلف المحافظات العراقيه للقضاء على هذه الافه الخطيره التي ظهرت في العراق من اجل حفاظ على وحده العراق وبالفعل تمكنت هذه القوات من سحق هذا التنظيم الارهابي واليوم قواتنا الامنيه الباسله تخوض قتالا في مختلف جحور التنظيم الارهابي في عدد من المحافظات العراقيه من اجل القضاء على الخلايا النائمه والخلايا المتواجده لهذه التنظيمات حتى في الصحاري. قياده العمليات المشتركه هي هي الجهه التي تقود والتي تنسق بين القوات الامنيه المختلفه في العراق من اجل تامين هذه العمليات من اجل قياده هذه العمليات توجيهها نحو المناطق المختلفه وايضا بشكل علمي ومهني بحيث يؤدي الى نتائج مبهرة وخاصة خلال الفترة الماضية كانت هناك نتائج كبيرة في العمليات العسكرية واليوم ايضا هذه العمليات مستمرة في عدد من مناطق العراق العراق وهذه العمليات بالفعل تؤتي بنتائج ايجابية من اجل القضاء على الارهابيين وحفظ امن وسلامة المواطن. نحن اليوم في قيادة العمليات المشتركة والحديث عن هذا الموضوع وعن موضوع العمل الذي تقوم به قياده العمليات المشتركه من اجل التنسيق بين القوات الامنيه وقياده العمليات العسكريه المتواجده في مختلف المحافظات العراقيه ونستضيف في برنامجنا لهذا اليوم سياده اللواء الطيار تحسين الخفاجي الناطق الاعلامي باسم قياده العمليات المشتركه مرحبا بك سياده اللواء مرحبا بكم واهلا وسهلا بكم في ضيافه قياده في العمليات شكرا جزيلا على استضافتكم لنا في مكتبكم الكريم يعني سياده اللواء بعد هذه العمليات اللي حصلت خلال الفتره الماضيه، العراق شهد ازمات، ازمه داعش خاصه في الفتره الاخيره في السنوات الماضيه. الان بدا العراق يستعد عافيته شيئا فشيئا. تقييمكم الحالي للوضع الامني في مجمل مناطق العراق. الحقيقه داعش وما يمثله من خطوره بالتاكيد هو تنظيم ارهابي دولي وليس محلي، وهذا التنظيم استطاع لظروف ظروف معينه ان نعم. يعني يحصل على مسافه ما بين 48% من مسافه او من مساحه العراق نعم. وذلك جزء من مهم من سوريا وحاول ان ينشئ دولته المزعومه اللي هي في دولة, دوله الخلافه ما دولة تسمى بدوله الخلافه خلافة. او ما تسمى بالخلافه في نعم. العراق وسوريا هذا التنظيم الارهابي الحقيقه التنظيم اللي لم نسمع في التاريخ بوحشيته وبهمجيته وبأسلوبه في الإسراف في القتل في التجاوز على المحرمات في الحقيقة التجاوز على الأرث التأريخي للبلد في تجاوزات كثيرة قام بأدلجة وقام بالحقيقة عمل كثير من الأمور التي حاول من خلالها أن يطمس الهوية حاول من خلالها ان يقوم بحالات أه تعبر امكانيات البشر من خلال الغاء الثقافه، الغاء الهويه، الغاء الانتماء والقيام بامور هو يعتقد بانها صحيحه. مبا اباح يعني كل شيء حاله طارئه على المجتمع العراقي كانت هذه التصفيق. مو بس حاله طارئه، نعم. اباح كثير من الامور. نعم. يعني تنظيم اكثر من 100 دوله بالعالم. نعم. اكثر من 100 دوله ياتيك مقاتلين من مختلف الجنسيات أعرافهم تقاليدهم انتماءاتهم تختلف ويطبق كل واحد يطبق ما يراه ملائما في المجتمع ويعتقد بأنه صحيح وباسم الإسلام يعني. وباسم الإسلام بالتأكيد ويعتقد بأنه صحيح وهذا العمل اللي يقوم به يقوم بتوزيعه ونشره وهناك مؤسسات نشر تقوم بعمل كثير من الأمور ولاحظته ولاحظ العالم كله عد ما يقوم بتغيير المناهج الدراسيه وتحويلها الى مناهج ارهابيه مناهج تعتمد على القتل والدمار واسلوب الحساب بواسطه القنابل والاسلحه هذا الحقيقه يعني كلام يفوق البشر وكلام يفوق التصور بالهمجيه وبالعدوانيه وبالاصرار على بناء مجتمع عدواني مؤدلج على ثقافه ارهابيه بحته لذلك قواتكم الامنيه والحمد لله قامت بعمل جبار وكبير من خلال تحرير الأراضي العراقية بأقل من ثلاث سنوات ونصف بعد أن قالت كثير من دول العالم بأن هذا الإرهاب لا يمكن استئصاله إلا على مدى عشر سنوات وأكثر قد يكون من عشر سنوات ولكن حتى قوات التحالف ما كانت تتوقع نعم بهذه السرعة نعم وهم فوجئوا الحقيقة فوجئوا في عمليات التحرير و تحرير الأراضي ولكن إصرارنا ودماء شهدائنا الأبرار والمرجعية الرشيدة اللي نعم. بالتأكيد فتوتها وبالتأكيد أسهم إسهام كبير في إنجاح القوات الأمنية في تحرير بلدنا وأيضا المجتمع الدولي اللي أكيد هو ساعد القوات الأمنية العراقية من ناحية تقديم الضربات الجوية أو التدريب أو الدعم اللوجستي نعم طيب سيادة اللواء فيما يتعلق بقيادة العمليات المشتركة يعني فيما تتلخص مهامها؟ مهام قياده العمليات المشتركه الحقيقه هي تمارس القياده والسيطره على مختلف الاجهزه الامنيه نعم. من خلال توحيد الرؤى الامنيه فيما يخص الارهاب وفيما يخص الازمات اللي يمر بها البلد. هناك لدينا وزاره الدفاع ولدينا وزاره الداخليه ولدينا جهاز المخابرات الوطني، جهاز مكافحه الارهاب، نعم جهاز الامن الوطني، جهاز الحشد الشعبي نعم. كل هذه الاجهزه الامنيه تحتاج الى رؤيه في التوحد تحتاج الى رؤيه في العمل الامني والاستخباري والجهد لمتابعه ومقارعه التحديات اللي يمر بها البلد ولذلك لا. لدينا ايضا تحالف دولي اكثر من 67 دوله لا. تحتاج هذه كل الأمور الى قياده موحده وطلع. الى تنسيق موحد الى عمل مشترك وموحد وايضا الى الحقيقه تقدير موقف و العمل بامكانيه روح الفريق الواحد، لذلك قائد هذه القياده هو القائد العام للقوات المسلحه نعم. رئيس الوزراء المحترم وايضا نائب القائد هو الفريق الركن عبد الامير الحقيقه الشمري نعم نلاحظ حط... تواجدكم بشكل مستمر حضرتك وايضا الفريق الركن عبد الشمري متواجدون في الساحه بشكل مستمر يعني لاحظناكم في كركوك في سنجار في مناطق صلاح الدين والانبار كلها متواجده مهم جدا استاذ مهم نا. جدا ان نتواجد مهم جدا ان نتواصل نا. مع شعبنا وكذلك مهم جدا ان نطبق تعليمات القائد العام للقوات المسلحه المحترم نا. بضروره ان نكون قريبين من ابنائنا واخواننا وكذلك وسائل الاعلام لكون انتم صوتنا الحقيقه وانتم من تقومون بعمليه ايصال الرساله الاعلاميه الى الكل طبعا يعني المنجزات الامنيه كبيره خلال الفتره الماضيه وثلما تحدثتم وكان لها صدى واسع في المجتمع الدولي باسره يعني خاصه في مواجهه تنظيم داعش الارهابي الان خلايا هذا التنظيم الارهابي لا تزال تتواجد في بعض المحافظات، هناك عمليات عسكريه مستمره في الانبار ربما في صلاح الدين حاليا ممكن تتحدث عن هذه المواضيع يعني كيف يتم التنسيق؟ كيف يتم تطهير هذه المناطق من هذه الخلايا الارهابيه؟ يعني استاذي احنا جمله التحديات اللي موجوده عندنا هي اولا التحدي الامني نعم. لتنظيم داعش الارهابي والخلايا اللي التي تتواجد ايضا تحدي المخلفات الحربيه اللي خلفها تنظيم داعش مم. الارهابي وعمليه ازالتها والتحدي الاخر هو عمليه ارجاع النازحين والحقيقه غلق هذا الملف اللي بدا ولكن مثل ما ذكرت انت تحدي نعم. الخلايا النائمه بالتاكيد هذه الخلايا النائمه احنا لو نجي نحلل شنو هي الخليه النائمه الخليه النائمه عباره عن مجاميع هذه المجاميع من نفس المنطقه نعم. منبوذه مم. شاركت في عمليات القتل والترهيب والتهجير مم. وايضا دمرت البلاد والبنى التحتيه للبلاد والآن بعد أن اندحرت وبعد أن لطخت يدها بالدماء لا مكان لها سوى القتال من أجل البقاء نعم. لذلك الآن معركتنا مع هؤلاء هي عملية جهد استخباري ومتابعة وتتبع للمعلومة أينما يتواجدون قاموا بعد أن رفضتهم المدنهم وأهلهم وكل من حاول أن يلتصق بهم رفضهم حتى المجتمع نبذهم نعم الآن لا يوجد مكان آمن ملاذ آمن لهم داخل المدن ولا خارج المدن حتى في أطراف المدن وإنما ملاذهم الآمن والوحيد هو في الصحراء في الوديان في الكهوف في الجبال في الجزر اللي موجودة وسط الأنهار ويحاولون من خلال ذلك أن يقومون بعدد من الأعمال الإرهابية يعتقدون بهذا العمل اللي يقومون به ممكن أن يأثرون على الامن القومي للبلد او ممكن ان ياثرون على قواتنا وعمليه أه الحقيقه اصرارها على متابعتهم وملاحقتهم وايضا يوهمون انفسهم بانه ممكن ان ترجع أه اليتهم وعملهم مثل ما كانوا في السابق عن طريق هذه الاعمال القتل، زرع العبوات الناسفه، الخطف، التهديد، نعم. الاستهداف القوات الامنيه من اماكن بعيده عن طريق القنص او عن طريق القيام بسرع العبوات الناسفه وهذا اسلوب يعني كقوات امنيه بشكل مباشر سيطرات وهميه تستهدف نعم مدنيين يعني ولكن هذا احنا وصلنا نعم انا ما اريد ان اركز عليه نعم القوات الامنيه الان درجه استعدادها وتقبلها وعملها تختلف اختلاف كلي عن ما كانت عليه عام 2014 نعم وكذلك ملاحقه كل من الحقيقة ملطخة يده بالدماء عن طريق شيئين نعم. أولا عن طريق القوات المحمولة جوا يعني أصبحت لدينا قدرة قتالية نعم. ممكن أن تتوفر في أي مكان في العراق يهدد أمن العراق خلال أبعد نقطة خلال ساعات نعم. ساعة أو أقل هذه لأبعد نقطة في العراق نعم. أيضا لدينا أمكانية وقدرة على استهداف هذه المجاميع وخلال دقائق في أي عملية ممكن أن تكون هم يعتقدون بأنها نوعية نعم. جود استخباري أيضا بإمكانياته وقدراته وتتبعه يوميا هو يقوم بإحباط كثير من العمليات الإرهابية أنت لا تتصور نعم. أن هذه الخلايا هي بوحدها فقط لا هناك حواضن هناك موجهات لها هناك من يحاول أن يقوم ب... آه اللوجستي أيضا يعني بالضبط بالضبط نعم. يوفر لهم معلومات يوفر لهم اموال نعم. يوفر لهم اسلحه ولذلك جهدنا الكبير مع المجتمع الدولي ومع ايضا قواتنا الامنيه مستمر وملاحقتهم مستمره لانه هو ليس تنظيم محلي هو تنظيم نعم. ارهابي انظر الى العمليات هم لديهم اصدارات تصدر نعم. اعلاميا ويتكلمون عن عملياتهم الارهابيه سواء في اسيا او في اوروبا او في افريقيا نعم. والان بداوا ينشطون في افريقيا وفي شمال افريقيا هذا ان دل على شيء فانما يدل هذا التنظيم هناك ايدي خفيه تحركه وهناك ايدي مستفاده من هذا التنظيم نعم. ولذلك علينا كعراقيين ان الحقيقه نستمر في استئصاله وانهاء نعم احنا انهينا التنظيم على الارض ولكن تبقى جذوره من خلال افكاره وخلايا النائمه والحواضن التي تاوي هؤلاء نعم سيد يعني آه الاله الاعلاميه اللي استخدمت تنظيم داعش الارهابي ايضا كانت لها دور في ارهاب المواطنين واخافتهم الان تلاحظ انه في بعض الاحيان تظهر لنا بعض الفيديوهات اللي بثها التنظيم من جديد ربما هي مواد ارشيفيه حضرتك قبل فتره اعتقد هم حذرت من هذا الموضوع سيدي الكريم آه، تنظيم داعش هو اساسا بنى عمليته على آه دوله الخرافه مالته على الترهيب والتنظير لفيديوهات نعم. تنشر الرعب وتنشر الحقيقه ثقافه الفوضى والقتل والدمار حتى ان و... بعضها تمثيليه يعني بالتاكيد نعم. وهو نجح في هذا المجال نعم. في البدايات نعم. نعم. نجح من خلال استغلاله لمواقع التواصل الاجتماعي، نعم. نجح من خلال استغلاله لعمليات الاستفاده من البث نعم. والانترنت وكذلك تجنيد كثير من الامور وكان يستخدم عن طريق الـ 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 الأنترنت حتى موارده المالية وأسلحته وتحركاته وأوامره نعم. ولكن اليوم تلاحظ أن تنظيم داعش بعد أن انحسر وأجهزتنا الأمنية تمكنت من تطويقه نعم. والحصول على كثير من موارده ومعلوماته الأمنية بدأ يستعين في الأرشيف القديم مالته وبدأ من خلال هذا الأرشيف طبعا بالمناسبة هو يكذب في عملياته الإرهابية نعم. هو دائما يميل إلى زيادة عمليات الإرهابية نعم. من أجل أن يعطي رسالة إلى مقاتليه المنهزمين أو المنهارين بأنهم بالضبط بأنكم أبطال ولا زلتم تقاتلون وأنظر إلى كمية وعدد العمليات الإرهابية التي نقوم بها خلال ساعة طبعا لدينا تحليل وتصور كامل لما يقوم به وبنفس الوقت أيضا لدينا مراقبة على وسائل الإعلام التي تقوم بالترويج له وبالعمل نعم. آه لاظهاره آه بالمظهر الذي آه يعتقد بانه هو صحيح لذلك هو يميل الى الكذب ويميل الى آه مخلفات الارشيف مالته وما قام بمن آه نشر الذعر والخوف والفوضى في ذلك الوقت ونحن نعم. نحذر ولا زلنا نحذر بانه هذا التنظيم هو تنظيم الان آه اندحر آه لا يوجد لديه مؤيدين لا توجد لديه أي امكانيه وقدرة على الترويج لعمله وكذلك لتطويع كثير من المقاتلين يعني الذين هو بحاجة هو يعني. يعني حتى قيادات التنظيم الإرهابي الآن غير معروفة يعني يعني قبلا كانت موجود أشخاص معروفين وتم القضاء عليهم لكن الآن يعني أعتقد أنه لا توجد قيادة بارزة أو واضحة للتنظيم الإرهابي يعني تشرف على أعمال التنظيم نعم صحيح أحسنت التنظيم الإرهابي الآن يدخل في فوضى نعم. أولا لا تتوفر لديه قيادة مركزية هو يعتمد على الخيوط المنقطعة هو يعتمد على الأوامر التي تعمل بالذئاب المنفردة أي بما معناه أنه أنت في منطقتك اعمل أي شيء مجرد أن أي شيء مجرد أن أنه تثبت ولائك للتنظيم أو أنت في التنظيم أقتل اعمل في حرب العصابات، اخطف، اسرق، انهب، احرق، استخدم اي شيء المهم انت متواجد وباسم التنظيم كل هذه الافعال. يعني اولا هذا تنظيم يعتبر همجي يعني اللي يفعل هذه الاشياء واللي تأكيد. يستبيح تأكيد. ان يقوم بتهديم المقدسات والتجاوز على حقوق المواطنين وتهديم البنى التحتيه والعمل ب اخلاقيات الشر والعدوان بالتاكيد هذا تنظيم انتهى واندحر وهو يحتضر لانه ليس لديه اي امل في الرجوع مره ثانيه والظهور طيب عملياتنا الان موجود حاليا في جبال مكحول خاصه يعني نحن لدينا اهداف حيويه مهمه نعم ولدينا ايضا اماكن وتشخيص تواجد التنظيم التنظيم حاول في الفتره الاخيره في كركوك ان يؤثر على اهل كركوك وعلى موقف كركوك من خلال بعض الحواضن اللي متواجده وبعض الخلايا النائمه خصوصا في سلسله جبال الحمرين في مكحول في الخانوقه ايضا حاول ان يكون في جزر في نهر دجله مثل ما كان في قنعوص وكان ياثر من تهديد حاول ان يستغل الحقيقه بعض المناطق اللي حررت كالرياض والحويجه و وال أيضاً داقوق وما قام به من أعمال حقيقة منافية للأخلاق ضد مجتمعنا، ولكن أؤكد لك سيد الكريم بأنه قواتنا الأمنية لديها تشخيص لكل الأمور، العمل الكبير اللي تقوم به قواتنا الأمنية وتعاون المواطن قبل ذلك نعم. مع القوات الأمنية أسهم إسهام كبير في استتباب الأمن في كركوك، في سلسلة جبال مكحول، في الخانوقة التنظيم. قبل فتره نعم. وبالتحديد في سلسله جبال آه مكحول مكحول, مكحول. نعم. قام طبعا مثل ما آه نوهت لك انه على شكل اربع او خمس مجاميع نعم ينزلون ويقومون بعمليه ما نصب عبوه ناسفه تفجيرها تاتي القوات الامنيه ويقوم ايضا بعمليه القنص واستهدافهم نتيجه لتجمع ويعتقد بانه بهذا الاسلوب ممكن ان يثبت وجوده يعني. قتل مدنيين من قرية المسحك نعم. واعتقد بأنه هذا القتل وهذا الإسراف في القتل وأيضا استهدف بعض قواتنا الأمنية بأنه هو انتصار له وتمكن وهذه هي البداية لعمليات مقبلة مم. هذا التنظيم سبق وأن لك بأنه لا يعتقد بانه القوات الامنيه اصبحت على درجه عاليه من التكتيك والمهاره وكذلك التغيير بعمليات الملاحقه له من يوم الى اخر قمنا بدراسه الموقف كل حاله معينه تحلل وتدرس وكذلك تدقق من اجل تقدير موقف وعمل استباقي لاحق وتم تاشير نوع معين من العمل الاستخباري والجهد الاستخباري وبدانا مع المجتمع الدولي ايضا وكان هناك تشخيص لهذه المجموعه اللي قامت بالقتل وخصوصا التاثير على يعني مناطق تواجد هذه اللي بالضبط اللي ولا ولماذا استهدفوا قريه المساحة نعم. لماذا كان هؤلاء المواطنين الغايه من عند اثاره الفوضى نعم قام قائد عمليات صلاح الدين البطل والقوات المتجحفله معه وباسناد من طيران التحالف وطيران الجيش بتشخيص هذه الاماكن عن طريق معلوماتنا الاستخباريه والامنيه وقدمت نعم. وشخصت اهداف معينه وتم استهدافها في ساعات متاخره من الليل وبعدها تقدمت قواتنا واستطاعت ان تقتل انتحاري وتلقي القبض على اخر وتقتل السته الاخرين وجلبت جثثهم نعم. الى اهالي منطقه المساحه نعم. وكلكم لاحظتم من خلال نعم. إيه؟ انه الفرحه اهالي الضحايا ب الانتقام والثأر لهؤلاء نعم. الذين قاموا بالتجاوز على أبنائهم وعوائلهم نعم. وكانت هناك فرحة كبيرة للأهالي وللقوات الأمنية بأنه لا مكان للإرهاب يعتقد بأنه سلسلة جبال مكحول آمنة بالنسبة إليه هو واهم لأنه قواتنا الأمنية متواجدة تم السيطرة على نقاط التحكيم تم عفواً العمل بمبدأ مسك الأرض ومبدأ الحسم وهذا أسلوب جديد تستخدم قيادة العمليات المشتركة نعم. من خلال نصب كاميرات في أماكن متفرقة أبراج مراقبة وإنهاء الموضوع وتأثيره على سواء بإتجاه ديالة أو صلاح الدين أو حتى كركوك. نعم يعني أي عملية أمنية أو أي تحرك من القوات الأمنية يحتاج إلى جهد استخباري. الجهد نعم. الاستخباري في بعد أزمة داعش. كان يعني ضعيف ربما او حتى قبل ازمه داعش كان هناك المواطنين يعني نشاهد تفجيرات سيارات مفخخه ربما عبوات ناسفه تنفجر هنا وهناك يعني الكل ربما المواطنين كانوا يلقون باللوم اللوم على الاجهزه الاستخباريه في عدم تمكنها من رصد هكذا حالات او ربما استباق هذه العمليه الارهابيه والحد من هذه العمليات. الان الجهد الاستخباري مثل ما تحدثت حضرتك يعني خلال ساعات توصلتم الى الجهه او المجموعه التي نفذت نعم القتلة الذين ارتكبوا جريمة المساحة طبعاً استاذ مو بس هذا نعم. يعني أنت لو تلاحظ الاستهداف اللي يستهدف عن طريق الصواريخ العشوائية نعم. اللي استهدف مطار بغداد وهو يعتبر هدف حيوي تأكيد. من الرضوانية خلال نعم. ساعة تمكننا من خلال الجهد الاستخباري والأمني من معرفة الشخص الذي كان ياوي المجموعة الإرهابية نعم. وأيضاً قمنا بعملية بعد يومين وقتلناهم في منطقة معينة وأظهرناها للإعلام. نعم. هذا اللي انا اريد اقصده لك، اكو آه يعني قفزات في العمل الاستخباري والعملي طبعا بالمناسبه دعني اوضح لك شيء مهم جدا انه لا يمكن عفوا لقياده العمليات المشتركه ان تقوم باي عمليه ما ما لم يكن هناك جهد استخباري وتخطيط استخباري وامني وهذا اكد ما اكد عليه القائد العام للقوات المسلحه في زيارته الاخيره الى قياده العمليات المشتركه، اكد على انه تفعيل هذا الجهد والقيام بعمليات نوعية دون القيام بعمليات كما كنا نقوم بها سابقا تحريك كثير من القوات واستهداف واستنزاف وقت وكذلك قدرات كبيرة هذا العمل الاستخباري والأمني الحقيقة نقلنا إلى عمل كبير ضد التنظيمات الإرهابية لذلك نحن نخطط ونعتمد على مصادرنا الاستخبارية والأمنية ونقوم بالتقدم واصطياد اهدافنا نعم. وفق المعطيات التي تبنى لنا من خلال تقدير الموقف نعم. طيب التحالف الدولي الان التحالف الدولي ايضا يدعم القوات العراقيه بالضربات الجويه بالتدريب ربما بالمشوره الان حاجه القوات العراقيه لهذه القوات القوات الدوليه خلينا نقول الى متى يعني هناك ربما مطالب سياسيه إخراج قوات التحالف والقوات الاجنبيه يعني اولا قوات التحالف الدولي قدمت الى العراق للعمل مع القوات الامنيه العراقيه بعد عام 2014 نعم. وبالتاكيد عملت مع القوات الامنيه ولا زالت تعمل نعم وبعد ان حررنا اراضينا بدا التحالف الدولي يقلص وجوده من خلال وحجم التحديات اللي موجوده عندك نعم. كما تعلم انه كثير من المقرات سلمت نعم. الى قواتنا الامنيه وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه ثقة قوات التحالف الدولي بالقوات الأمنية العراقية نعم. وكما أنت أشرت قبل قليل أنه الجهد الاستخباري والأمني كان يختلف قبل عام 2014 وبعد عام 2014 نعم. الآن هناك عمل كبير ونقلات كبيرة وتقدم كبير في قواتنا الأمنية نعم. أيضا بدأ بتقليص كثير من القوات بالمناسبة هناك من يقول أنه قوات التحالف الدولي قلصت قواتها القتالية نحن لم في زمن الأزمة ولا الآن طلبنا قوات قتالية لتقاتل معنا كل اللي كان متواجد معنا هو قوات تقدم لنا الاستشارة في مجال الاستخبارات في مجال الضربات الجوية جهد جوي كنا لا نملك الحقيقة طائرات ولا زال جهدنا محدد نحتاج إلى نوع معين من الضربات الجويه لا زال المجتمع يعمل معنا لا. وهذه الضربات مستمره وقبل اليوم وقبل يوم ايضا كانت هناك ضربات خطرة ومهمه لهذا التنظيم الارهابي ولكن الحقيقه ثقه المجتمع الدولي بنا تسليمهم وتخفيضهم لكثير من مخورائهم وتدريبهم وايضا تواجدهم بالتاكيد هذا لا يؤثر على معنوياتنا ولا يؤثر ايضا على عملنا كقوات أمنية نعم. أما عند انتفاء الحاجة بالتأكيد سوف ينتهي دور المجتمع الدولي في مكافحة تنظيم داعش بعد أن ننهي دور داعش نهائيا في العراق نعم كان هناك في الفترة الماضية استهداف للسفارات الأجنبية السفارة الأمريكية بالتحديد يعني خلال الفترة الماضية في بغداد الآن ربما فترة وقف هذا الاستهداف <applause> هل أن القوات الأمنية بالفعل وضعت حد لهذا الموضوع؟ كل استهداف وكل خرق امني يتبع تحليل نعم ويتبع ايضا عمل وعمل كبير وهذا توجيه القائد العام للقوات المسلحه يجب ان يكون هنالك عمل كبير وجهد كبير وايضا تحاسب الوحده التي يتم الحقيقه يحدث الخرق فيه فيه الامني فيها نعم. لذلك بالتاكيد هذا العمل الكبير اللي تقوم به الاجهزه الامنيه نعم. سواء وزاره الدفاع، الداخليه، المخابرات، الامن الوطني، الحشد الشعبي ايضا كلها مجتمعه من اجل تنسيق الجهود الاستخباريه والامنيه ومعرفه الجهه التي قامت بهذا الخرق. نعم. نحن اكدنا على في كثير من الامور بانه الاهداف الحيويه للعراق، البنوك، المطارات، الهيئات الدبلوماسيه، هذا شان الحقيقه مهم بالنسبه نعم. للعراق ويجب حمايته. ويجب أن تحمي وتقدم الحماية لكل السفارات والهيئات الدبلوماسية في العراق وبالتأكيد من يقوم بهذا العمل هو يحاول أن يضر بمصالح العراق وليس الحقيقة العمل من أجل زيادة أو قوة العراق لذلك نحن نجحنا في هذا المجال وهذا الملف وتوجيه القائد العام للقوات المسلحة طبقناه ولا زلنا مستمرين في العمل في إنهاء هذا الملف نعم. سياده اللواء في الاول من تشرين الاول الماضي الحكومه الاتحاديه اعلنت عن اتفاق مع حكومه الاقليم فيما يتعلق بقضاء سنجار واداره هذا القضاء، هذا آه القضاء كانت تتواجد فيه مجامع مجاميع مسلحه تابعه لبعض التنظيمات العراقيه صحيح. ربما الان القوات العراقيه من الجيش والشرطه الاتحاديه متواجده في قضاء سنجار، تم نشرها في تلك المنطقه نريد آه تفاصيل من حضرتك يعني هذه القوات الاتحاديه الان موجوده في المركز فقط ام في الاطراف ايضا؟ وما هو مصير هذه المجاميع المسلحه التي كانت متواجده في تلك المنطقه؟ يعني بالتاكيد اتفاق سنجار وما اعلنت عنه الحكومه العراقيه وخصوصا قبل فتره نعم. وبدانا بتطبيق الفعلي يوم 1/12 اعلن في اتفاق سنجار انه هناك شروط مهمه تم الاتفاق ما بين الحكومه المركزيه وحكومه الاقليم نعم. وهذا نعتبره احنا انجاز للحكومه العراقيه وللقائد العام للقوات المسلحه بتمكنه من ان يسهم في إنهاء معاناة أهلنا في سنجار نعم. لا زال لدينا مهجرين في إقليم كردستان أهالي سنجار ومن ضمنهم الطائفة اليزيدية الحقيقة لا زالوا مهجرين ونحاول كحكومة عراقية وكقيادة عمليات مشتركة بعد أن كلفنا بهذا الملف أن نخفف معاناة أهلنا في سنجار نجحنا في خلال فترة إعلان الاتفاق إلى تطبيقه في العمل بالمشاورات والاجتماعات وكذلك المناقشات مع أهلنا في سنجار وكل الجهات ذات العلاقة في أن يكون هذا الاتفاق هو اتفاق لأهل سنجار ونجاحه هو نجاح لأهل سنجار وتخفيف معاناتهم أيضا هذا الاتفاق ينص على أن أولا إنهاء معاناة النازحين وعودة أهلنا في سنجار البدء في نشر قوات الشرطه المحليه داخل القضاء نعم والقيام بمعامله ولا يرفع فقط العلم العراقي داخل سنجار ولا يوجد اي مظهر من المظاهر المسلحه داخل سنجار وان تكون المكاتب في سنجار هي المكاتب الرسميه فقط وايضا ان تنتشر قوات الجيش العراقي خارج اطراف سنجار مداخلها ومخارجها نعم وان تكون الشرطه الاتحاديه وقياده حرس الحدود على حدودنا بيننا وبين سوريا. هذا الاتفاق مهم جدا، استطعنا ايضا ان ناتي بقوات اخرى وتم نشرها وتوزيعها. بدانا في مرحله التطبيق، بدانا في مرحله الذهاب الى اهلنا في سنجار والالتقاء بهم. ونعتقد بانه هذا الاتفاق مهم جدا لاستتباب الامن في سنجار. يعني هو في طور التنفيذ حاليا؟ احنا بدانا. نعم. بدأنا التنفيذ بدأنا بنشر قواتنا وبدأنا باستقبال النازحين عن طريق مكاتبنا اللي موجودة للهجرة والمهجرين والأمن الوطني نعم. وبدأ ولدينا قاعدة إعداد بيانات وبدأنا بتطبيق هذا الاتفاق من أجل كل هذا من أجل شنو؟ من أجل تهيئة الأمان للحكومة المحلية في الموصل لكي تبدأ بعملية البناء والبنى التحتية وتوفير الماء الكهرباء المستشفيات دوائر العدل الدوائر الرسميه في القضاء. نعم، طيب تعرف حضرتك انه سنجار قريب على الحدود السوريه. نعم. يعني الحدود السوريه الان في القريبه من قضاء سنجار، هل تنضبطها بالفعل يعني؟ ولذلك يعني توجيه القائد العام بتعزيزها بقطاعات نعم. الحقيقه تم نقل فرقه الشرطه الاتحاديه السادسه الى الحدود. مع سن... مع قياده قوات الحدود نعم. ولدينا عمل كبير مع الحدود الحدود العراقيه السوريه وضبط كبير لكثير من الاماكن، هناك ايضا كاميرات سوف تنشر في مناطق معينه في حدودنا الدوليه نعم. من اجل ضبطها وتامينها وعدم وجود اي خرق امني داخل سنجار. طيب سياده اللواء المجاميع المسلحه التي كانت موجوده في سنجار شنو مصيرها؟ يعني بالتاكيد يعني غادرت القضاء؟ بالتاكيد لا 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 يوجد اي تجمع او مجاميع مسلحه داخل القضاء ومثل ما نوهت لك بانه كان هناك عمل كبير فيما بين المجاميع يعني عفوا ما بين اعلان الاتفاق وما بين تطبيقه وكان نقاش كبير انه يجب ان تخلى سنجار من كافة المظاهر المسلحة وفعلا نجحنا في إخلاءها من كافة المظاهر المسلحة وتسليم المقرات إلى القوات الأمنية والأجهزة الأمنية نعم طيب سيادة اللواء فيما يتعلق بقوات حرس الإقليم وحكومة الإقليم يعني كيف هو تنسيقكم فيما يتعلق بالواقع الأمني وخاصة فيما تسمى بالمناطق المتنازع عليها هناك بعض ربما بعض المناطق التي الحدودية لا نقول لا لا حدودية لأننا داخل العراق طبعاً لكن هناك مناطق ربما بين القوات الاتحاديه وحكومة قوات حكومه الاقليم بعض المناطق الرخوه ربما تسمى يعني تس بالتاكيد تنشط فيها بعض المجامع الارهابيه يعني بالتاكيد نحن ك يعني قياده عمليات مشتركه لا نقوم باي عمل الا بالتنسيق مع البيش مارك نعم وهذا العمل مهم جدا في مجال التنسيق في مجال بناء القدرات في مجال ايضا العمليات ضد التنظيم الارهابي نعم ما يهمنا هو استقرار العراق وما يهمنا هو التنسيق مع كافه الاخوان بما فيهم البيشمركه وهذا الاتفاق قبل ان يعلن هو كان تنسيق وسلسله من الاجتماعات نعم. بيننا وبين البيشمركه والحكومه المركزيه وحكومه الاقليم ولذلك بعد ان نجح دوله رئيس الوزراء في الحقيقه توطيد العلاقه وارجاع الامور بالاتجاه الصحيح اعلن عن هذا الاتفاق لذلك نحن دائما على اتصال وعلى تنسيق عالي مع كل الجهات ذات العلاقه من اجل اولا المحافظه على امن وسلامه البلد وعدم الدخول في اشكاليات وكان اتفاق سنجار هو باكوره هذه الاجتماعات. نعم قبل اتفاق سنجار كان هناك ربما اتفاق بين قياده العمليات المشتركه او كوزاره الدفاع ربما ووزارة البيشمركة في الإقليم فيما يتعلق بإنشاء مراكز تنسيق مشترك في بعض المحافظات ومنها كركوك أيضا صحيح ممكن تتحدث عن هذا الموضوع يعني تم إنشاء هذه المراكز يعني أولا قيادة العمليات المشتركة عد عقدت أكثر من أربع لقاءات حول هذا الموضوع فيما بيننا وبين وأيضا كلفت قيادة العمليات المشتركة من القائد العام للقوات المسلحة في إدارة ملف التشاور أو العمل ضمن المراكز المشتركة فيما بيننا وبين الأقليم واتخذت عدة قرارات كان القرار الأخير اللي اتخذ بأنه تنشأ أول مركزين في ديال عفوا في بغداد وفي أربيل وأن يباشرون عملهم وفعلا باشروا عملهم هذين المركزين وأن تأخذ ديالة كمنطقة لبدء عملية التحليل وبدء عملية الحقيقة الإشراف على الوضع الأمني لها من خلال تحليل التحديات الامنيه فيها واجتماع لجان تنسيق فيما بيننا وبين الاخوان في الاقليم لمعرفه التحديات معرفه اين يكمن تواجد التنظيمات الارهابيه وهذا ايضا والساحه دياله وكما تعلم انه دياله منطقه عباره عن عراق مصغر يحتوي كافه الاجناس لذلك كان من المهم جدا ان تشترك كل الأطياف في ديالة ونبدأ في ديالة وبعد أن نجحنا في فتح المراكز والتوادل فيما بيننا بالمعلومات وضباط من البيش يتواجدون مع قيادة العمليات المشتركة وضباط أيضا من الحكومة يتواجدون مع البيش مرقة بالتأكيد سوف تأتي باقي النقاط أو باقي الأمور بتزامنها وبتسلسلها على أن لا يمس أمن وسلامة اي المواطنين وكذلك بما فيهم حكومة نعم. الاقليم. نعم عن سيادة اللواء تعرف حضرتك انه قوات او خطة فرض القانون حصلت في عام 2017 نعم بعض المحافظات العراقية الان قوات الاتحاد استمرت او انتشرت فيها منها محافظة كركوك ومناطق في سهل نينوى مثلا في دياله ايضا بعض من اهالي هذه المناطق وخاصة محافظة كركوك ربما يتخوفون من عودة قوات البيشمركة كان هناك حساسية في هذا الموضوع. يعني نعم. صوروا هذا الاتفاق اللي حضرتك تحدثت عنه فيما يتعلق بالمراكز الامنيه المشتركه صوروه بانه عوده للبيشمركه لهذه المناطق والكثيرون يعتبرونه غير دستوري امر غير دستوري ابدا يعني. ابدا آآ آآ نحن مستمرين في العمل الحوار نعم. والعمل مع الاخوان في الاقنين وايضا الاتفاق هو ينص على فتح مراكز مشتركه مه. لحد الان احنا بدانا فقط في بغداد واربيل هناك دراسات لا يوجد مانع للكل ان نفتح مركز في كركوك ولكن في منطقه تحدد لاحقا الان ما يهمنا هو التنسيق في مجال العمليات ضد داعش ما يهمنا هو العمل واستمرار اليه الحوار والنقاش واعتقد انه اليه الحوار والنقاش هي المفتاح الرئيسي لحل اي مشكله دون ذلك بالتاكيد هو كلام غير دقيق وغير صحيح يعني الهدف هو بالطبع هو الحفاظ على البلد الهدف, الهدف و... أمن وسلامة البلد وأهلنا في كركوك ونحن مستمرين العمل وهذه هي توجيهات القائد العام أن نعم. يكون الحوار والعمل المشترك والنطاق في مجال المحافظة على أمن وسلامة بلدنا نعم سيادة اللواء السؤال الأخير ربما يكون شخصي بعض الشيء ممكن تنطينا نبذة عن سيرتكم الذاتية يعني انا انا اللواء تحسين الخفاجي يعني انا اللواء الطيار تحسين ابراهيم صادق محمود موسى الخفاجي. الحقيقه خريج كليه القوه الجويه دوره 44 نعم دخلت في 10 عشرة 22 10 عشرة 1983 وتخرجت في 30 9 1986. مارست الطيران على طائرات الميغ 21 بكل انواعها بعدها انتقلت الى نوع اخر من الطائرات هو الميغ 23 ام ال وطرت ايضا بكل انواعها عدا طائره البي ان أه الحقيقه خريج دوره الافلس نعم وطيار مقعد ليلي نهاري ادرب خلفي أه الحقيقه أه ساعاتي تجاوزت ال 1480 ساعة كلها مقاتلات آخر طيران إلي كان في عشرين ثلاثة ألفين وثلاثة واستمريت بعد الحقيقة عام 2003 وثلاثة بالالتحاق إلى صفوف القوى الجوية العراقية عملت ضابط ركن الى نائب قائد القوة الجوية، بعدها مدير قسم الاعلام في قيادة القوة الجوية عام 2009 وأيضا كنت بديل لرئيس أركان قيادة القوة الجوية بعدها عينت أو الحقيقة تم تعييني كمدير لإعلام وزارة الدفاع في 23/9/2014 نعم و آه، 2013 23/9/2013 وعلى مدى آه، اكثر من آه، سبع سنوات نجحت في ان اقود العمليه الاعلاميه في وزاره الدفاع بعدها عينت مستشار للسيد معالي وزير الدفاع المحترم الاعلامي نعم وثم آه، عينت كناطق باسم العمليات المشتركه الان في قياده العمليات المشتركه نعم متزوج ولي ولدان احدهما طيار والاخر يعمل في المجال الامني والحمد لله هذا هو تشرفنا بحضرتك طبعا شرفنا. يعني رغم انه حضرتك طيار ومتمرس في هذه المهنه وفي هذه في هذا الواجب لكنك ناطق اعلامي متميز وحضرتك يعني نحسبك احد الاعلاميين احد الزملاء ان شاء الله والله أنا يعني ما يهمني أولاً للشرف أن ألتقي بجنابكم ما يهمني هو بلدي وما يهمني هو سلامة مواطني بلدي وتلاحظ أنت دائماً في لقاءاتي يعني أنا أميل إلى فقط الجانب العسكري والأمني وأيضاً سلامة بلدي وهذا بالتأكيد هو ما نحن الحقيقة تطوعنا عليه نعم الحمد لله مشاهدين الكرام اشكر في ختام اللقاء سياده اللواء الطيار تحسين الخفاجي الناطق الاعلامي باسم قياده العمليات المشتركه لمشاركتي اليوم في برنامج اشكركم جزيل الشكر وانا اشكركم ايضا وتحيه لكم ولمشاهديكم الكرام شرفتنا ان شاء الله مشاهدينا نلتقيكم في حلقه اخرى من برنامج ضيف وحوار الى اللقاء